عشان ما تستناش على التليفون كتير. يا نيره. الو استاذه دينا، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، اتفضلي. منوره الدنيا كلها. ربنا يخليكي، ده نورك، اتفضلي. هو انا ممكن اسالها على حاجه؟ طبعا جولي معاكي، اتفضلي. الو. ايوه. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. انا كنت بس عايزه اسالك على الجوزاء مع الميزان. اوكي. معلش. الميزان. مين الجوزاء الاول؟ انا جوزاء. انت الجوزاء، اوكي. وهو الميزان. بس احنا كنا غششناكي حاجه في الجمله اللي فاتت، انك تدلعي وتقدري قوي قوي وتمدحي قوي قوي. ها؟ الله. حطي ده في خلفيه مخك دلوقتي لغايه لما جولي تقول لك هتتصرفي ازاي. خلاص مستنياها. ميرسي جدا. اتفضلي. ميرسي. اول حاجه الجوزاء الميزان هو بيتها الخامس. أوكي. وبيت الخامس ده بيت الرومانسيه وبيت الحظوظ وبيت حتى الاطفال. أوكي. فهم كمان الاثنين ابراج هوائيه. ففي ماتشنج قوي جدا. واو. الحلو كمان ان الجوزاء هي ذكيه جدا ومتغيره زهوقة بالظبط زي الميزان. فالاثنين هيكونوا كوبل ممتاز. بس الجوزاء اثنين ضد بعض، او دايما يعني اثنين مدين ظهرهم للتاني، شخصيتين طبيعيين بيبقوا كده عكس بعض. لا يعني ممكن تلاقي الجوزاء بخيل قوي وكريم قوي، تلاقيه فكاهي جدا وكئيب قوي بينكت شويه. أوكي. فهو عنده الحالتين. وعشان كده بقول لك هو من نوع الابراج الزهوقه. هو يحب يغير، يحب ينطلق، يحب حتى الجوزاء تلاقيه يعمل كذا حاجه في وقت واحد. اوكي. فالجوزاء ماشي قوي مع الميزان، حلو جدا الاثنين مع بعض. طيب نرجع تاني لامراه الميزان علشان نتكلم برضو المفاتيح بتاعتها ايه. امراه الميزان زي برضو راجل الميزان، ان هي شيك جدا وبتحب الحاجات البراندات والاوريجينال وكل ده. برضو هي ام حنينه جدا. رغم حنيتها هي مش قاسيه، صارمه، مسيطره، صارمه. أوكي. ايوه هو دي صارمه. وفي نفس الوقت مش بتعرف تعبر بعاطفتها لولادها. يعني هي بتحبهم جدا جدا جدا. وممكن تبديهم عن نفسها، لكن ما تعرفش تعبر عن مشاعر الحب. يعني في